ومن أبرز ملفاتنا في هذه الساعة مشاهدينا الكرام، حيث لم يغب عنا كثيرا إعلام الإرهابية إلا وأن يعود ويطل علينا بأكذوبة أو شائعة أو ادعاء جديد مستهدفا به مصر، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو حتى أمنيا. فمن بين ذلك الادعاءات خروج قنوات الإرهابية بضيف يلقي ادعاء بأن مصادر علاج العجز في ميزان المدفوعات هي تحويلات العاملين في الخارج وأذون الخزانة فقط، وهو عكس الحقيقة تماما، حيث اختزل مصادر العملة الصعبة في مصدرين فقط، وأهمل باقي المصادر كعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة، كما أهمل معدل الاستثمار الأجنبي المباشر وتجاهل الإصلاحات الاقتصادية التي يتم الاعتماد عليها لتحسين أداء ميزان المدفوعات من حيث زيادة القاعدة الإنتاجية ومبادرة دعم الصادرات، واختزل الأمر في بندين فقط. على العموم ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور أرحب بك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، الحقيقة الكثير من الادعاءات التي جاءت فيما يتعلق بدين مصر الخارجي، وتم اختزال الكثير من البنود، وتم طرح أرقام ليست بالحقيقية تماما، مش بس علشان هذه عكس تماما الأرقام المعلنة، ولكن جاءت من غير متخصصين وجاءت بناء على أسباب خاطئة. رأي حضرتك إيه وتقييمك لهذا الأمر؟ هو أولا يعني ادعاء وافتراء يعني محض الكذب، ليس له اي اصل من الحقيقه. الموازنات الدول لا يتم اخفاء فيها اي ارقام. مصر يعني بيتم اطلاع كافه المؤسسات الدوليه على الموازنه العامه المصريه، بحكم ان احنا اعضاء في الامم المتحده، وبحكم ان مصر عضو مؤسس في صندوق النقد الدولي. هناك مراجعات على الموازنه العامه المصريه. لا يجوز للدولة المصرية أو لغيرها من الدول أن تضع أرقاما غير حقيقية. حجم الدين الخارجي معلن من قبل البنك المركزي، من قبل الموازنة العامة المصرية ووزارة المالية، في حدود 125 مليار دولار. ما تم الحديث عنه أنه تجاوز هذا الرقم بكثير، هذا ليس حقيقي، هو محض افتراء ويعني كذب ليس له أصل. وإحنا تعودنا أن افتراءات وكذب كثيرا جدا على كافة المشروعات القومية بيتم الحديث عنها بالكذب على العوائد والنواتج من المشروعات اللي بيتم افتتاحها في مصر أنها بدون عوائد، وللأسف الشديد كل ذلك محض افتراءات. هم عليهم من يدللوا من أين أتوا بالأرقام الذي تم الحديث عنها. نحن نتحدث عن موازنة بيتم عرضها على صندوق النقد الدولي، هناك مراجعات دولية، مؤسسات دولية. عام 2020 كان هناك أكثر من 12 جهة، منهم بلومبرج، منهم البنك الدولي، منهم كثير من مؤسسات زي ستاندرد، زي موديز، كلها أشادت بالاقتصاد المصري، كلها طلعت على إيرادات ومصروفات ونفقات الدولة المصرية. ليس من الطبيعة أن كل هؤلاء المؤسسات خاطئة، وهم فقط هم من يملكون أو يحتكرون الحقيقة. دكتور فقط. فيما يتعلق بديون الخارجية للدول، هل يمكن المقارنة أو قياس ديون دولة كأخرى؟ يعني على سبيل المثال 125 مليار دولار كدين خارجي للدولة المصرية، هو آمن بالنسبة للحدود والاقتصاد المصري، يمكن أن يكون غير آمن بالنسبة لدولة أخرى، وطبعا ده رقم حقيقي، ولكن تم ذكر خلال هذه الفقرة الغريبة جدا يعني على قنوات الإخوان رقم تاني خالص. تمام. هو أولا حجم الدين الخارجي المصري هو في الحدود الآمنة، وعشان نعرف إيه هي الحد الآمن. بالزبط. الحد الآمن كما أطلق عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ودول من أكبر المؤسسات المالية، أن إذا كان حجم الديون الخارجية في حدود 60% من حجم الناتج القومي الإجمالي للدولة، فيكون في إمكانية قدرة الدولة على سداد هذه الالتزامات وعدم وجود أي نوع من أنواع التعصب. لو تحدثنا على إمكانيات الدول، لا، هناك دول في العالم أكثر من ذلك بكثير. نحن لو تحدثنا على اليابان، حجم الديون الخارجية عندها أكثر من 251% من حجم الناتج القومي الإجمالي. الولايات المتحدة الأمريكية 143% من حجم الناتج القومي الإجمالي. بس هؤلاء دول لديها القدرة على أنها تسيطر على حجم الدين، ولديها حجم من الاستدامة الإنتاج، بالضبط تستطيع أن تعتمد عليه. لكن معتاد الدول أنها تكون في حدود 60%. تركيا حجم الناتج القومي الإجمالي لديها 750 مليار
دولار، وحجم الديون الخارجية 451 مليار دولار، أكثر من 65% من حجم الناتج القومي. مصر النهاردة لم يتجاوز حجم الدين الخارجي 30%، لكن الأكثر من ذلك أن حجم الدين الخارجي أحد عوامل يعني قدرة الدولة على أنها تستطيع سداده هو الآجال الخاصة بهذا الدين. الديون المصرية هي معظمها ديون متوسطة الآجال وطويلة الأجل، لدينا ديون ويعني نقول ائتمان خارجي يزيد عمره عن 30 و40 عام، وعندنا أجال لغايه 10 سنوات و15 عام. ليست كل الديون ديون قصيره تستوجب السداد خلال سنتين او ثلاث سنوات. ال 125 مليار دولار لا، هناك قدره على الدوله المصريه انها تقوم بسدادهم، ولا يوجد اي نوع من انواع التعثر لحق بالدوله المصريه. حتى كان في احلك الظروف 2011 و2012 و2013 لم تتوقف الدوله المصريه عن سداد اي قرض او اي التزامات دولي لديها، سواء كان لنادي باريس او لصندوق النقد او ما قبله او للبنك الدولي او كافه الجهات الدوليه المعتمده التي تمنح مصر قروض وائتمان دولي. دكتور، فيما يتعلق بالمشروعات القومية، الحقيقة أنه دايما هذه القنوات وتركيزها، طبعا هي شغالة عشان الدولة المصرية فقط، ولكن لو هنتكلم عن بعض النقد اللي هم مستندين إليه، في مشكلة مع المشروعات القومية، دايما بيتم ذكر هذه المشروعات على الرغم من أن هذه المشروعات القومية على سبيل المثال الحقيقة اشتغلت على معدل البطالة في الداخل المصري، على الاستثمارات الخارجية، على الكثير من الأرقام اللي كانت في صالح هذه الدولة. رأي حضرتك إيه في دايما الوقوف عند هذه المشروعات؟ هم دائما الحديث حول نقاط محددة، وهي أن المدن التي تم بناء هذه العاصمة الإدارية، المدن الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، كثير من هذه المدن تحملت أعباءها الموازنة العامة المصرية، وهذا كلام يمكن أنكرته وزارة المالية. والموازنة العامة حتى لو يعني هنقول أنا آسف يعني الوزارة أخطأت، طب ما هو الموازنة العامة المصرية منشورة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، لا يوجد إخفاء في مصر لأي بيان أو أي أرقام في الموازنة العامة. كافة بنود الإنفاق في الموازنة العامة المصرية لا يوجد لها أي مبالغ يتم إنفاقها على بناء أو صرف في العاصمة الإدارية أو ما إلى ذلك. طيب نتكلم على المشروعات الأخرى، المشروعات الإنتاجية، وهي زي مشروع الثروة السمكية، مشروع الثروة الزراعية، مشروعات اللي هي الإنتاجية. يعني أي عاقل يؤكد أن مصر كانت في احتياج شديد لمثل هذه المشروعات لأكثر من سبب. أولا أن احنا عندنا فجوة غذائية في مصر كبيرة جدا، وكان لابد من محاولة سدها أو تقليل هذه الفجوة، وده ما يتم يعني إحداثه الآن. النقطة الأخرى هو تقليل معدلات البطالة، ومؤشر البطالة كان في مصر في حدود 14%، انخفض لأقل من 8.5%. طب هل هذا الكلام هو مؤشر تم إعلان عنه من جانب الدولة المصرية دون مراجعة دولية؟ لا، المراجعات الدولية للمؤشرات وأعداد البطالة، سواء كانت البيانات المعلنة من وزارة القوى العاملة، البيانات المعلنة من بنك المركزي المصري، البيانات المعلنة من وزارة المالية، تؤكد الانخفاض، وأيضا التقارير الدولية الصادرة من المؤسسات الدولية التي استطاعت أو يعني أكدت على نجاح الاقتصاد المصري، وأيضا أكدت أنه الدولة المصرية بدأت تتعاون معها ثانيا في نواحي إدارية ونواحي مالية وأخرى جديدة في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا. لو لم يكن هناك مصداقية وشفافية في التعاملات والبيانات الصادرة من الدولة المصرية، وهناك مراجعة حقيقية لهذه الأرقام وهذه البيانات، ما كان يتعاون معنا الصندوق النقد الدولي. دليلنا على ذلك أنه في مارس 2013 عندما كانت مصر تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار أيام حكم الإخوان، كان تقرير صندوق النقد الدولي عندما قام بالمراجعة أن الدولة المصرية تحمل معدلات الفشل المالي وليس لديها قدرة على سداد التزاماتها المستقبلية. إذا صندوق النقد الدولي عندما كان يتعاون معنا في 2013 رفض التعاون نظرا لعدم قدرة الدولة المصرية. لما بدأنا خطط الإصلاح الاقتصادي بخطة من 2016 وبدأت تمتد معنا حتى 2019، استطعنا أن نستند إليها في أزمة فيروس كورونا ونعتمد عليها، وشفنا كثير من الدول بدأت تنهار اقتصاديا. الحمد لله كان لدينا توفير كبير في المواد الغذائية، توفير كبير في المستلزمات الطبية إلى حد كبير. كل ده
لولا الإصلاح الاقتصادي والمؤشرات اللي تم اعتمادها حتى ليس من دولة المستوى فقط لكن من الخارج أيضا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.